قولها تعال. النبي عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللتان، فقال له حذيفة بن اليمان: ما يبكيك يا خير الأنام؟ فقال له: وكيف لا أبكي وقد يأتي على أمة زمان يفقد فيه الإسلام، يضيع فيها الإسلام، ويتركون الصلاة ويمنعون الزكاة ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون الزور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد، لا يوقظ صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم، وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم، إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا اتبعوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.